يلا ندخل الاول في الكوره وبعد كده هنتكلم في شويه حاجات نظري لما نقعد مع بعض. لكن قطر والاكوادور، الكل اتفق على ان الاكوادور استحق الفوز، بل طبعا انه بقى مجهود اقل من اللي كان ممكن مظبوط يتوقع ان هو يحتاجه. مظبوط. كيف فاز منتخب الاكوادور على قطر في افتتاح البطوله المقامه في الدوحه؟ طيب بص، منتخب قطر الحقيقه ان احنا لما نيجي نبص على الدقائق الاولى او الدقيقتين تحديدا، لان من بعد كده الوضع اختلف، هنلاقي ان الفرق كانت ماسكه نفسها من وقت من بعد السنتره على طول، في كره طوليه راحت على منطقه جزاء الاكوادور، فحسينا ان قطر مش قلقانه، واخدها جد بقى ونازله مرتاحه، مفيش رهبه مظبوط. للموقف. تمريرات قصيره ما بين رجلين اللعيبه، كلها تمريرات متقنه. منتخب الاكوادور هو اللي بيحاول ان هو يضغط على منتخب قطر، لكن منتخب قطر من الواضح انه متماسك لحد ما حصلت اللقطه اللي غيرت سير الماتش. فاول ملوش لازمه في منطقه جزاء في نص ملعب منتخب قطر، يمكن في الدقيقه الثانيه وشويه. طبعا زي ما احنا عارفين سجلت منه الاكوادور الجول اللي بعد كده اتلغى. من بعد الجول اللي اتلغى الاكوادور صدقت نفسها جدا، ومنتخب قطر بقى عنده شكوك كبيره جدا في قدراته وفي ان هو بيلاعب منتخب قوي، رغم ان منتخب قطر المفترض يعني ان اعداد المنتخب ده بقاله سنين طويله. المنتخب ده بطل كاس اسيا 2019، شارك في كوبا امريكا، شارك في تصفيات امريكا الشماليه، شارك في تصفيات اوروبا لكاس العالم. فمنتخب ده كان بيتم اعداده من فتره طويله، وهو منتخب فعليا هو بيتاسس من سنه 2004، من سنه تاسيس اكاديميه سباير، ومع نفس المدرب اللي هو فيليكس سانشيز. فالحقيقه ان المنتخب النهارده كان متوقع، منتخب قطر كان متوقع منه اداء مختلف كده خالص. من بعد ما الاكوادور سجلت الجول وتم الغاء ودخلوا الماتش بقوه كبيره جدا، التانيين خرجوا بسهوله قوي خالص، تمام. تحس ان خلاص بقى ابتدت ركابهم تخبط في بعض، مش متخيلين ان احنا نخسر ماتش الافتتاح، ان احنا بنلعب فرقه ممكن تسجل فينا بالسرعه دي ويبقى اسرع هدف في افتتاح كاس العالم. حتى بعد الغاء الهدف قطر ما رجعتش، حتى بعد ما الاكوادور ريحت في الشوط الثاني قطر ما رجعتش، ما هددتش. انا الفرصه اللي جت لمنتخب قطر في نهايه الشوط الاول، الراسيه اللي كانت معز علي، هي صحيح كانت اوفسايد لو كان حتى سجل منها، بس انا قلت يمكن جه في توقيت كويس، وكان فيها تحرك حلو ما بين بيدرو ميجل والهيدوس، ده ضم لجوه وده عمل عرضيه. يلا بينا ايه اللي حصل؟ طيب بص، منتخب قطر كان عنده مشكلة واضحة جدا هنا في بوضياف، المساحة ورا بوضياف كانت كلها مستغلة من منتخب الإكوادور. منتخب الإكوادور طبعا عنده واحد من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي اللي هو كايسيدو، اللي هو لاعب برايتون. فالراجل ده كان قادر ان هو يتحرك بشكل كويس جدا ورا بوضياف. بوضياف النهارده كان مفترض ان هو رقم 6، وكان في 2 من منتخب قطر 2 رقم 8. كانت ايه المشكله هنا؟ المشكله ان الاثنين رقم 8 كانوا دايما بيضموا ناحيه اكرم عفيف، وبيدرو كان بيضم ناحيه الهيدوس. فاللي كان بيحصل ايه؟ اللي كان بيحصل ان كايسيدو كان بيلاقي المساحه، وكان بيلاقي الزياده العدديه مع الضغط اللي كان بينفذه استرادا وفالنسيا وإبارة، التلاتة عملوا ضغط عالي ممتاز على منتخب قطر، فكان بيلاقي المساحة اللي بيمرر فيها الكرة للثلاثي ده مع الضغط اللي كانوا بيعملوه. كفاية ان انا اقول لك ان فالنسيا مثلا الراجل ده هو سجل 3 اهداف منهم جول ملغي، بس في حاجة تانية كمان، الراجل ده لوحده اتسبب في 3 انذارات للعيبة قطر في اول نص ساعة. مظبوط، انت متخيل الضغط اللي كان عامله على دفاع قطر؟ صح. هو خرج كل دفاع قطر بره الماتش، حتى الحارس بالظبط خد انذار. دانييلي اورساتي ما بيفوتش احتكاكة، يعني الفاول اللي يحس انه مش عاجبه انذار، عشان كده الشوط المباراة خلصت بانذارات هنا وهنا بالظبط، وهو برضه يعني حكم هو شديد قوي جدا. وبرضه من الواضح ان انور فالنسيا اتعرض لضرب التير، لان هو خرج في النهايه مصاب. مظبوط، يعني الراجل لو كان بيمثل او كان مثلا بيحاول ان هو يستغل ان الحكم حاسم في ان هو يلبس لعيبه قطر انذارات ما كانش هيخرج مصاب. بس الاصابه اللي جات له دي اصابه محاوله قطع كره منه من كريم بوضياف بالظبط، دي في الشوط الثاني. يعني هو بس هو من الشوط الاول، الشوط الاول ابتدى خلاص يقع، والجهاز الطبي يدخل له مره. هي اللقطه دي بتاعت هو حاول يقطع الكره من بوضياف بالظبط، رجله دي كان شكلها يخوف على فكره، يعني انا خفت يكون في غضروف او صليبي. انا بصراحه في الشوط الاول استغربت انه كمل كمان بالظبط بالظبط، وخرج في نهايه المباراه، بس خد برضو احتفالات الجماهير، فاتمنى له السلامه، لان الاصابه مش عارف ازاي كمل 45 دقيقه وهو مش لا هو من الواضح ان هو هيبقى من نجوم البطوله. وخد بالك البطوله دي هتبقى في صالح
المنتخبات اللي زي الإكوادور. ليه؟ لأن الأجواء في قطر، الأجواء المناخية في قطر هتساعد الفرق دي جدا. صح. النهاردة شفنا منتخب الإكوادور بيلعب بضغط عالي من الدقيقة الأولى، بينفذوا بكل المثالية اللي في الدنيا. في الشوط الثاني هدى الريتم. ليه هدى الريتم؟ لأنه عارف اللي مستنيه. أنا عندي هولندا وعندي السنغال. مزبوط. السنغال هتلعب بنفس طريقتي، ده جوهم اللي بيحبوه بالظبط. فعلشان كده أنا متوقع، ولما هنيجي نتكلم عن مشوار المنتخبات في البطولة، أنا توقعي إن البطولة دي بطولة فرق أو منتخبات أمريكا الجنوبية ومنتخبات أفريقيا. طيب هل في يعني جمل معينة حسيت إن هي بيعتمد عليها منتخب الإكوادور في بناء الهجمات أو في الوصول لإسترادا أو فالنسيا؟ أنا عجبني التعاون ما بين الاتنين قوي، سواء إسترادا وفالنسيا تحديدا يعني في الناحية. وهم الاتنين من أهم المهاجمين. من أهم المهاجمين اللي في البطولة. فالنسيا مثلا مسجل 5 أهداف للإكوادور في مشاركتها في كأس العالم، فده بيوضح لك عدد الجادو كان مسجل 4 بالظبط. ففالنسيا النهاردة الراجل فعليا راس حربة زي ما بيقول الكتاب. يعني الجول التاني ده يعني الراجل شومة في المرمى. كان التعاون، وانا كمان كان عاجبني دور إبارة هايل بالظبط، لان عملية الترحيل ما بينهم كانت بتتم بسلاسة كبيرة. احيانا كتيرة جدا كنا بنشوف فالنسيا هو اللي هنا واسترادا، استرادا هو اللي هنا. وإبارة كان بيبقى موجود هنا. وكانت عملية الترحيل بتتم ما بينهم لما يحاول منتخب قطر ان هو يعتمد على الناحية الشمال. حسن عبد الكريم ما كانش قادر يشارك في صناعة الفرص تماما لمنتخب قطر بسبب الضغط اللي هم كانوا بينفذوه عليه، مع انه كان أجرأ اللاعبين. كان أجرأ اللاعبين طبعا بسبب كل المحاولات بتفشل. صح. لأنه هو لاعب خبير يعني. صح. يعني احنا حتى كمان قبل الماتش كنا بنقول ان اللعيبة اللي زي دي هي اللي هتتقل كفة منتخب قطر، لان هي لعيبة عندها خبرات وشاركت في تكوين المنتخب ده وشاركت في كل البطولات اللي احنا ذكرناها في بداية الحلقة. لكن هم الثلاثة الحقيقة بمجرد ما كانت الكرة بتروح يمين او شمال ناحية بيدرو، كنت بتلاقي دايما بيدرو بيعاني. حتى كمان بيدرو الكرة الوحيدة اللي يعاني جه يعدي فيها في الشوط الاول نص الملعب، اتعمل عليه فاول مباشرة. صح. مباشرة تتعمل عليه الفاول. حسن عبد الكريم كان بينطلق، لكن في النهايه كانت بتبقى غالبا التمريرات مقطوعه. فالثلاثه كانوا بيعملوا مع بعض لا مركزيه ممتازه جدا، لدرجه ان احنا في الجولين كنا بنشوف فالنسيا، وحتى كمان في الجول الثالث الملغي كنا بنشوف فالنسيا هو اللي بيبقى جوه منطقه الجزاء. علشان كده بشوف ان حتى لو فالنسيا غاب عن المباراه المقبله لمنتخب الاكوادور، هو عنده 2 يقدروا يعوضوه، والفوز ده الثلاث نقط دول هيبقوا مهمين جدا. صح. انت ممكن نقطه واحده بس تكفيك للتاهل. كمان لما نزل الحقيقه شكل نفس محاولات الضغط المتقدم. احنا طبعا احنا عارفين هنا سيفوينتس في مصر. بالزبط. يعني احنا شفناه قبل كده في مصر هنا، هو لعيب كويس بس كان بيلعب فين؟ كان بيلعب في بيراميدز. مظبوط. لا فاكر. وكان ساعتها الدبابه كان واخد برضه جماهيريه قويه، يعني صيت اعلامي وقت وصوله لبيراميدز، لانه كان مسجل عدد كبير جدا. صح. من الاهداف في الدوري الاكوادوري، فكان جاي بقى بسمعه كبيره جدا. صح. ممكن يكون ما تاقلمش في مصر، التغييرات الكتيره اللي كانت بتحصل للمدربين ما ساعدتوش. لكن انا زي ما بقول لك ان منتخب الاكوادور حتى لو فالنسيا غاب عن المباراه المقبله، اعتقد ان استرادا مع اباره هيعملوا المجهود المطلوب. إن زي ما بقول لك ان نقطه ممكن تكون كافيه لمنتخب الاكوادور. والحقيقه يعني ان انا بشوف برضو ان هم لعبوا الشوط التاني بذكاء كبير جدا. هم حاولوا ان هم يسيبوا الكره اكتر لمنتخب قطر لكن بدون خطوره. وعلشان كده منتخب قطر خرج من المباراه. صح. بدون اي تسديده بين الثلاث خشبات. في اي اضافات عن المباراه دي؟ أيوة. لا انا بالنسبه لي كده خلصت الكلام.